بسم الله الرحمن الرحيم. عاشوراء بأيدينا مثل جوهرة ثمينة تعطى ليد لا تعرف لها قيمتها، فمن الضروري الاهتمام بقيمتها قدر ثمنها ولو حسب قابليتنا. من المهم أن نهتم أولا بأشعة عاشوراء في كل بلاد الإسلام، ويتفق المسلمون أن الحسين عليه الصلاة والسلام قرة عين الرسول، وأنه ريحانته في الدنيا، وأنه سيد شباب أهل الجنة، وأنه مصباح الهدى وسفينة النجاة، كما ورد بكل ذلك أحاديث متواترة. وإنما نتمكن من توسيع عاشوراء بأمور: الأول أن الإشاعة تكون بالمجالس الحسينية في عشر محرم في بلاد المسلمين وبلاد غير المسلمين، لوجود المسلمين في كل البلاد قليلا أو كثيرا. وثانيا تأليف الكتب وطبعها بالملايين وبمختلف اللغات والمستويات. الحسين عليه الصلاة والسلام إسلاميا وإماميا، لأن الحسين إنما قتل لأجل الإسلام ولأجل الإنسان، وكان لسان حاله يقول: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي. ثالثا إعمال الراديوات والتلفزيونات والإنترنتات والجرائد والمجلات والفضائيات، كل بقدر قدرته وسعته. قد قال سبحانه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال سبحانه: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. ورابعا السعي لتكثير المجالس كمية وترفيعها كيفية، فإنهم عليهم الصلاة والسلام يحبون تلك المجالس، كما في الحديث، بالإضافة إلى أن هذه المجالس يقال فيها ما يرتبط بالقرآن والإسلام والرسول والأئمة الطاهرين والمعاد. وخامسا الاهتمام لتجديد ما ترك من قوانين الإسلام مما بينه القرآن الحكيم وطبقه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من الأمة الواحدة فلا حدود جغرافية بين بلاد الإسلام، والأخوة الإسلامية فكل مسلم أخ لمسلم وكل مسلمة أخت لمسلمة، من غير فرق بين الغني والفقير والكبير والصغير. وسائر الفوارق والحريات لكل شيء باستثناء المحرم شرعا، وقد جعل الإسلام للمسلمين الحرية، وأشير إلى ذلك في روايات متعددة، وقبلها القرآن الحكيم حيث يقول سبحانه: يضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم. السادس تكثير الحسينيات حتى تتناسب مع ملياري مسلم، مع تشغيل الحسينيات بالمجالس وبصلاة الجماعة وبسائر الشؤون الإسلامية ليل نهار، لتستفاد منها الفائدة التامة. والبكاء لأجل مأساة الحسين عليه الصلاة والسلام لا تنافي انتصاره، الحسين انتصر، وإنما نبكي له لمأساته. إذا عملنا بهذه الأمور الستة التي ذكرناها موجزا، يمكن أن يقبل الله سبحانه وتعالى موالاتنا للحسين عليه الصلاة والسلام، ونكون قد أدينا بعض ما علينا. والله الموفق المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.